ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. اليوم راح نغطي لكم تغطية مميزة وتفاصيل كثير، تعالوا معي. سريلانكا التحفة الطبيعية بجغرافياتها، تراجع معدلات النمو الاقتصادي وتفاقم في معدلات الفقر، حتى يخشى المسؤولون هناك من سقوط أكثر من نصف سكان الدولة في معدلات فقر شديدة. الحكومة السعودية قدمت دعماً كبيراً فاق 187 مليون ريال سعودي للنهوض بالقطاع التعليمي والصحي في آن واحد. مدينة سبارة غاموا لها نصيب مع قصة نجاح جديدة.